64 سنة التالي كان الاستقلال. استقلال كان نتيجة نضال أجيال، فما شكون عاش باش يشوفوا وشكون توفى قبل ما يرى تونس مستقلة. استقلال نعرفوا أهم أحداثه وأهم الصور متاعه، لكن نجلوا برشا من كواليسه. كيفاش مثلا وصلنا لاتفاقية الاستقلال في 20 مارس 56؟ علاش الوزير الأول طاهر بن عمار هو اللي أمضى عليها؟ شنو كان دور بورقيبة في الإمضاء على هذه الاتفاقية؟ كيفاش حاولت العائلة المالكة الحسينية أنها تضمن بقائها في السلطة؟ وشنو عملت لإبعاد بورقيبة؟ شنو سر تحول بورقيبة في علاقته بن عمار؟ كواليس السنوات الأولى للاستقلال حكي عليهم ضيفي في أكثر من مؤلف، خصص كتاب للوزير الأول الطاهر بن عمار، وخصص كتاب آخر للرئيس بورقيبة الأول، سماه الطاهر بن عمار 1889-1985، صادر عن دار نيرفانا للنشر. الثاني سماه لاغ بورقيبة وإلا زمن بورقيبة، صادر عن دار آسي إيديسيون. هذا هو. ومعاه مع ضيفي اليوم نرجع لكواليس سنوات حاسمة من تاريخنا، سنوات ما زالت مؤثرة في المشهد السياسي التونسي بصفة مباشرة أو غير مباشرة حتى اليوم. سعيد باستقبال المؤرخ والباحث الأكاديمي سي خليفة شاطر. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بك. شكرا. مرحبا وشكرا على تلبية دعوتنا. سي خليفة، باش نهزك من صراع المملكة التونسية والجمهورية لصراع الجمهورية ومملكة أطلنطس مع أسامة في الكواليس. أطلنطس في الكواليس معك اليوم أسامة، مرحبا. مرحبا بك حمزة ومرحبا بضيفك. فعلا نحكيه على حكاية بدأت عندها 360 عام قبل الميلاد، الحديث على المدينة الغارقة اللي باش تعاود ترجع في تونس، الحديث على الحكومة الافتراضية، الدولة الافتراضية، أطلنطس الجديدة. شنو باش يجاوب رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة على النائبة متاعه اللي في نفس الوقت اللي هي على يمينه في مجلس النواب موجود كوزيرة عمال بلا عمل في أطلنطس الجديدة؟ شكرا أسامة. جاوب حمزة، كنا راحت من نصف نهار الماضي ساعتين. حمزة البلومي على موزايك فام. انطلاقتنا بهذه الذكرى التاريخية لنحيوها غدوة للكبار وللصغار، تذكير بكواليس 20 مارس 56. باش نبداو بفقرة الصور، تعودتوا عليها في ساعتنا الثانية، اليوم استثنائيا باش نبداو بها في ساعتنا الأولى، وباش نرجعوا لصورة تاريخية معاك سي خليفة شاطر. صورة باش نشوفوها اللي ترجع ل 20 مارس 56، كان إمضاء اتفاقية الاستقلال. الوزير الأول اللي قبل كان اسمه الوزير الأكبر الطاهر بن عمار من الجانب التونسي، وكريستيان بينو هذه الصورة من الجانب الفرنسي. لكن فما برشا كواليس وبرشا أحداث وصلتنا لهذه الصورة أستاذ. أولا فرنسا كانت، وأنا هذا اللي قريته في كتابك لاغ بورقيبة، كانت مع فكرة الانترديبندانس وليس الانديبندانس، دور أساسي البورقيبة في الكواليس. لكن بن عمار هو اللي في الصورة، شنو كان دور كل واحد منهم؟ ما شنو كان دور بن عمار ودور بورقيبة في الوصول لهذه الاتفاقية أستاذ شاطر؟ هو في حقيقة الأمر الهام هو بورقيبة، لأن عائلة بن عمار تقول لي قبل ما يجي مهندس فرنسا لتونس ويعرض عليه، يعرض الاستقلال داخلي، قبل بورقيبة تلفن من فرنسا لعائلة بن عمار، قالوا له وين طاهر بن عمار؟ قالوا له في فرنسا. قال لهم يلزم يروح. هو طلب منه باش يروح، وهو اللي يعينه في البشي في الوزير، هو اللي عينه في الحكومه الثانيه باش نرجعوا عليه، وعينه هو اللي طلب من الباي تعينه، باش نكونوا دقيقين وهكا ولا طلب من الباي، ولكن الباي بصفه
تقريبا شكلية. كيف شكلية؟ إذا يعني هو اللي عينه البي ما كانش يحب طاهر بن عمار. زيدة ما كانش يحب طاهر بن عمار. دونك فرض عليه طاهر بن عمار وقالوا لازم تقبل. اقبل طاهر بن عمار. إذا لأنه علاش ما كانش ينجم بورقيبة يكون في الاتفاقيات؟ لأن القضية الدبلوماسية الفرنسيس ما يحبوش يظهروا اللي الدستور هو اللي برح. جبروهم باش يجيبوا شخصية مستقلة. داكو. وزيد ما عندوش صفة في الدولة وقتها بورقيبة. ما عندوش صفة. ولكن في كل شيء كانوا يتشاوروا معاه. داكور. يتشاوروا معاه. كان في هذه الصورة الوزير الأول دونك طاهر بن عمار. طاهر بن عمار اللي قلت لي الباي ما كانش يحبه ياسر، لكنه ربما في وقت من الأوقات وانت تشير له سي خليفة باش يكون فما نوع من توافق المصالح ربما بيناتهم في علاقة بورقيبة. هذه الصورة. ثم صورة أخرى، صورة حكومة بن عمار الثانية اللي كنت تحكي لنا عليها، الحكومة اللي تعملت بعد ما تقدم طاهر بن عمار باستقالته للباي في 13 سبتمبر 55، لأنه سيقدم استقالته بعد ما باش يتصحح تونس على الاستقلال الداخلي هكا ولا، وبورقيبة يطلب منه باش يولي طريق أخرى من زير أول. ولا الباي سيعيد تكليف طاهر بن عمار بطلب من بورقيبة، وباش تكون الحكومة الثانية، هذه حكومة طاهر بن عمار الثانية اللي باش تستمر من سبتمبر 55 ل9 أفريل 56. يعني لأن بعد باش نرجعوا برشة تفاصيل سي خليفة حتى مع الشاذلي بن عمار ابن طاهر بن عمار، باش نرجعوا على تفاصيل العلاقة بين بورقيبة وطاهر بن عمار بعد الاستقلال. لكن معاك حبيت ساعة تقول لنا كيف كانت هذه العلاقة قبل الاستقلال. إيه هو بن عمار كان معاهم في مجلس الأربعين. أي الأربعين. أي اللي وكان... هو ذي مجلس الأربعين مو وقت فرنسا اقترحت بعض إصلاحات. أي؟ عملوا مجلس الأربعين اللي رفضها مجلس الأربعين إصلاحات ناقصة. كمجلس نواب هذا عبارة مجلس الأربعين. كان مجلس الأربعين البي لمين بي أي؟ كيف كان على قاعد على العرش متاعه، كيتلم مجلس الأربعين قعد مع نسكر القناة معكم لمين بي. وهما قرروا باش يرفضوا نكور باش يرفضوا الاصلاحات اللي مقترحتها فرنسا مقترحه. هذا هو دونك كان موجود فيها بورقيبة مجلس 40 وطاهر بن عمار. كان الطاهر مش بورقيبة، طاهر بن عمار. طاهر بن عمار وجماعة الحزب الدستوري. وجماعة الحزب الدستوري والمرحوم كان باش اسمه برشا فرحات حشاد وجماعة الكل كانوا. اذا وقتها هكا مجلس الأربعين نتكون وبطبيعة الحال باتفاق مع 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 بورقيبة. ولكن ما هي العلاقة اللي باش تجمع، باش تكون علاقة طيبة قصدي، باش تكون علاقة متوترة بين بن عمار وبورقيبة؟ لا باش تكون علاقة طيبة حتى بعد مدة. بعد مدة، لأن وقعت مشكلة، لأن اللي كان هو شخصية كبيرة أكثر من أمين بي أخوه ولده شادلي. هلا إيه اللي كان عنده دور كبير في الكواليس، معناها هو كل شيء، كواليس الحكم هو كل شيء، هو كل شيء. إذا مرت الشادلي بي كيف فاقت اللي هم مهددين العرش مهدد، أعطت صياغتها عند مرض الطاهر بن عمار باش يخبيوها. موضوع الصياغة الشهير هذا. دونك كيف جاوا يلوجوا في صياغتها طلعت عند مرت الطاهر بن عمار اللي خلتها خبتها عند خوها. هيك بدأت المشكلة الأولى. مشكلة معناها بناء على السياخة العركة. خطر برشا قالوا، وتنشوفوا بعد رأي الشاذلي بن عمار أستاذ خليفة، قالوا هذه يعني هذه رفارغة حكاية السياغة مش صحيحة. معناها قالوا هي حكاية تركبت البن عمار للتنكيل به. أنا اللي خطر الشاذلي صغير ما كانش مطلع. اللي كان أعطاني المعلومات هو أخوه خالد المرحوم خالد. وخالد يقول لي راهو خذوها السياغة خبيتها عندهم. ويقول لي خالد راهو يا خليفة
الشادي صغير ما يعرفش دونك ما يعرفش كيف ما يقول مثلا الشادي يقول هزوا طاهر بن عمار للحبس وكيف حطوا له المنوت قال لهم حطوها على يد اليمين اللي صحت الاستقلال. خالد يقول لي ما وقعش الشيء هذا. الجملة هذه لم تقل. قالوا لا فما منوت ولا عملوه وقفوه بكامل التقدير. الأمن كيف جابش يوقفوا. واضح واضح وصريح. بعد شوية نكملوا في كواليس الاستقلال. ناخذوا فاصل سريع وراجعين 67 سنة التالي تونس حصلت على استقلالها كواليس هذه السنوات في جاوب حمزة اليوم. أنا راجعين في الأستاذ خليفة شاطر مؤلف هذا الكتاب لاغ بورقيبة زمن بورقيبة. هو زاد مؤلف كتاب على طاهر بن عمار مسيرته وحياته الوزير الأول اللي أمضى على الاستقلال. وإحنا نحكي على كواليس هذه الأيام التاريخية من 67 سنة التالي كيفاش وصلنا لهذه الصور لاتفاقية الاستقلال. الكواليس اللي كانت موجودة في الحكم موجودة البي موجودة عائلة البي موجود الدستوري موجود بورقيبة وموجودة الحكومة التونسية وقتها برئاسة الطاهر بن عمار. سي خليفة يظهر لي فما صورة يمكن تعكس بعدها هي باش تبدا بداية تغير العلاقات بين بورقيبة من شيرة والبي والطاهر بن عمار من شيرة أخرى. هي هذه الصورة اللي ترجع بين الغرة جوان 55 وانت كنت حاضر أصلا على هذا الحدث وتروي تفاصيله اللي تقول حدث جلل في تونس عودة بورقيبة إلى تونس. من هذه الصورة سيهتز العرش الحسيني وقتها وكل اللي كانوا موجودين في السلطة من هذا الحدث لأنه شافوا بين ظفرين مدى تعلق الناس ببورقيبة. هل هذه الصورة ستكون وراء الخلاف الشهير بين البيات وبورقيبة؟ لا ما نظنش لأن القضية هي من قبل. أي. مثلا بورقيبة اتغشش على المرحوم صالح بن يوسف. علاش؟ اي باش نجيو هزاد. اي تغش عليه. اي لانه وافق شادي بي. اي باش عملوا اتفاقيه باش تتبدل الوراثه في العرش الحسيني مش اكبرهم سنا. اي ولده بشولي شادي. داكور. وبورقيبه شادي اللي كان يحكم وقتها. أي. أي. بين ظفرين هو. أي. أي. عمليا. اي كان لأنه لامين بي كان متروك. اي باش يولي شادي بي هو بعته. بورقيبة كان ضد الهضره هذه لانه فهم اللي لو كان يبدل القانون الولي الملوكيه قويه وتقعد هو لانه من نهار لول وهي هو يحب يلغي النظام الملكي اما بالنسبه للبرميجوان مشكل مازال ما ظهرش على خاطر كيف يجي هابط من السفينة. أي. بنت لمين بي عايشة. أي. هي مشت تستقبل في هابطت معها. أي. ومعناها وشادي بي وخوه. أي. كانوا يستقبلوا في بورقيبة. أي. وكيف هابط بورقيبة من حلق الواد امشى باش قابل لمين بي. أي. إذن وقتها ما زالت المشكلة ما تخلقتش. بطبيعة الحال النجم نقولوا اللي الشعبيه نتاع بورقيبة ظهرت وقتها والبيات حصر واحد الدين. هذا هو اما يعني انت كنت حاضر اصلا في هذا اليوم. انا كنت حاضر انا وقتها. وسي خليفة تقول يوم تاريخي باعداد الناس اللي كانوا حاضرين فيه. انا كنت حاضر بصفه انا وقتها ممكن تعنا من قبل البكالوريا فما البريفي العربي. اي انا مشيت نعدي في الشفاهي. أي. في البريفي العربي. أيوة. خويا الكبير قال لي زيد نجيب لك سيرتيفيكا ميديكال باش تحضر على جين بورقيبة باش تبدات. أيوة. دونك حضرت على وصول بورقيبة لحلق الواد. وي حضرت بورقيبة. اذا وقتها ما المشكل ما زالت ما ظهرتش. ظهرت المشكل بعد ما
بحضور الطاهر بن عمار الشادي بي اطلب باش يفهم اتفاقية ما تتنحاش لأن الاتفاقية تحمي البي بي فلا وبرجيبة تغشش من البيات وقتها وي. وتغشش من الطاهر بن عمار اللي ما قالوش اللي وقع ولكن شكون قال برجيبة شكون قالوا المقيم عام الفرنسي قالوا ما نجموش أول بي ما حبش هو اللي فضحهم إذن هذه المشكلة من وقت بدأت العلاقات من هنا باش تبدأ الحساسية والعلاقات علاقات وزادت تعملت حلقة لأن بن يوسف كان عنده علاقات كبيرة مع شادي بي وي. وكان هذه هي في فك الإطار المشكلة هابش نجيه لأنه هذه زادة من الحاجات ربما لنجهلها أو برشا منا ما يعرفوش تفاصيلها هذه هي العلاقة أنت تكتب صفحة 45 من كتابك سي خليفة تقول على دور شادلي باي شادلي باي فو ليميتي لي بريروغاتيف دو ليفونتويل بارلمون حاب يحدد في صلاحيات البرلمان الجديد اللي باش يحضر هذا زعما من بعد il propose que طاهر بن عمار se retire après la conclusion de l'accord et que Bourguiba reste à l'écart de la politique et joue son rôle de sage il demande de confier un rôle important à Salah bin Youssef dans le futur gouvernement et Shadli Bey حاب بعد تو ما صححنا على الاتفاق الـ 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 الاستقلال الداخلي انتهى دوره بورقيبة بارك الله فيه و كيف كيف انتهى دوره طاهر بن عمار ونعطيه دور أكبر لصالح بن يوسف دوك فما كان فما نوع من التحالف الضمني المصلحي بين شادلي باي وبن يوسف فما كان تحالف ما بين مع علمين باي ومع شادلي باي بين صالح بن يوسف كان ورقة حب الباي يستعملها ضد بورقيبة بن يوسف كان حب يستعملها الورقة هو الخلاف بدأ من لبورقيبة في القاهرة لأن وقت اللي كان بورقيبة في المهجر اتفطن اللي في تونس بورقيبة شو اسمه بن يوسف بن يوسف حب يردوا رئيس شرفي ما بقاش رئيس حزب أي وقتها سمع بورقيبة وباع الكرهبة أي. اللي اعطاها له فاروق وخذها تذكرة وجال تونس بجال تونس باش باش ما يمشيش من باش ما يمشيش هذا الرئيس الشرفي اي واش باش فضل باش عمل له شيء هذا هذه هي جاية وكيف جاي من مصر الصحافة الكل ما كتبتش اللي بورقيبة جاي باش ما يقعش استقبال كبير ليلو كان الصباح الصباح كتبت واللي كتب هو الشطي ولكن الناس سمعوا من الصباح هذا علاش بورقيبة قعد وفي يحب ياسر الشطي يعني هو اللي خبر باش يستقبلوه بعد مدة كي جاء بن يوسف باش يجي بورقيبة يقول لك ما يزمش يقالوا كيف ما قالي انا مش هو يستقبل فيه فهمت ولكن فما تصور اليوم في علاقة كسواء أو حتى مش ندخلوا بالتفاصيل في العلاقة مع بن يوسف لأنه هذا الجانب منه الحقيقة أنا واحد من الناس طلعت شوية على التاريخ هذه المرحلة ولكن ما تتحدث عليه سي خليفة شاطر من نوع من تحالف المصالح بين بن يوسف وبين البيات ما لقيتوش برش فما تصور اليوم أنه البيات في سنوات الاستقلال كانوا مسالمين كانوا مغيبين أنه بورقيبة كان قاسي في التعامل مع حكمهم لكن من خلال اللي انت تكتبه نكتشف أنه الباي أراد بطرق مختلفة إقصاء بورقيبة من ناحية أو أكثر من هكا وحاول تعطيل عمل المجلس التأسيسي وحاول ما حبوش يجتمع وانت تحكي على حادثة شهيرة سي شاطر في صفحة 47 من كتاب تقول نهارتها كي سمع بورقيبة أنه الباي يعطل الأمضاء على قرار الاجتماع تقول أهبط مشاد خلي مكتب الشادلي بي وقالوا راو يعني البي ما يحبش الاجتماع يصير متاع مجلس البيات على خاطره يحب يبقى تحت الحماية
نتاع الشرطه الفرنسيه. أي. وعلى خاطره متصور انه كي باش تتسلم تونس استقلالها وباش يصير المجلس التاسيسي باش يسقط حكم الباي وما عادش فما شكون يحميه. احكي لي على كواليس هذا اللقاء اللي حكيت عليه. بورقيبه يتوجه للشاذلي باي، شو صار نهارتها؟ نهارتها باش هدوا برا بالجبرو، قالوا هو نعرف واش انتم تحبوا، يلزم تبي صحح ولا تجبر البي باش صحح. اكور وتجبر باش صحح باش يلتئم المجلس. اي باش صح يلتئم يلتئم المجلس التاسيسي. شاذلي باي تحكي كثيرا عليه في هذه الصفحات سي خليفه، اي دور كان لهذا الامير؟ خاطر هو ما كانش عنده صفه رسميه تاع حكم، يعني لم يكن لا ولي عهد، ماهوش ولي عهد، ولم يكن هو البي، ولكن كان هو الحاكم الفعلي، هو اللي يحكم مع الحكومه الفرنسويه. الحكومة الفرنسوية هي اللي تحكم. أي. باتفاق مع شاذلي باي. هو الشخصية الأولى كان. أي. لمين باي كان خطيه. هكور. شنو اللي نعرفه عليه شاذلي باي بخلاف هذا يعني؟ ما نعرفوش بعد تنحى. كيف تنحت الواحد ولا دخلوه في الشركة متاع الملاحة. أي. ولا في شركة الملاحة. هو ولا في الصباح كيف يجيوا جرائد يفرقوا مع المتوظفين. تاع شركة تاع الملاحة. هذا بعد بعد انهاء حكم البيات. إيه. إذا ما شاذلي باي كان عنده قيمته هو اللي كان يحكم. وكان هل كان صديق مقرب لبن يوسف او لا؟ مجرد اتفاق مصالح في وقت ما. اتفاق مصالح فقط. اتفاق مصالح. فاصل مصالح، لان فما برجي جماعة في العائلة اللي مع برجيبة. في العائلة الحسينية. اي منهم بنت البي. مرت بن سالم. أي. كانت قريبة للبورقيبة. قريبة في معنى موافقة على إنهاء النظام الحسيني ولا؟ أي. حتى واحد ما كان موافق. حتى واحد ما كان موافق. لا لا. ما كانوش يتصوروا اللي بورقيبة باش ينحي النظام. كان بعد مدة فاقوا. لكن كانت معاه على أساس أنه قائد الحركة الوطنية. الحركة الوطنية. فاصل سريع وراجعين لهذه الكواليس التاريخية. أضيف إلى الأستاذ خليفة شاطر المؤرخ مؤلف هذا الكتاب بلاغ بورقيبة، نرجع معاه على كواليس 67 سنة على إمضاء اتفاقية استقلال تونس من 67 سنة التالي. صور تاريخية، شنو الكواليس اللي كانت فيها الاستقلال ثم بعد ذلك باش تجي الجمهورية، وإحنا نحكيه على هذه الفترة. لماذا أستاذ خليفة شاطر ما صارش حسب رأيك، بما أنك قلت أن بورقيبة والقيادة الدستور اللي كانوا معاه كانوا تقريبا حاسمين في موضوع العائلة الحسينية رغم اللي ما كانوش يحبوا يصارحوا به البي، وربما هذا مفهوم، لماذا باش تصير إذن باش نقعدوا حتى للي يتم إعلان الجمهورية في 57؟ علاش ما صارش نوع من الإعلان المزدوج بين موضوع الاستقلال وإنهاء الحكم الحسيني حسب رأيك؟ وهي سياسة المراحل، لأن هو في نطاق سياسة المراحل. هي. وما كناش نتصور وإحنا للبيات باش يمشيوا من الحكم. وهو الزهر متاع تونس. أي. كونه الاستقلال ما جاش عن طريق المنصف بي. وكان جاء عن طريق المنصف بي. ما يتنحاش المنصف بي. ما يتنحاش الملوكية، ما تنحاش. وما تنحاش الملوكية. ما تنحاش الملوكية. إذن هو لمين بي من لون ما كانش محبوب. لأنه مش محبوب بضرورهم كأنه، وهو خطر هو اللي كيف نح فرنسا نحات المنصف بي. هو اللي خذ الحكم. بالضبط. إذن ضرورهم يعتبر كخاين. ما بدأوا يعترفوا به لمين بي كان بعد وفاة المنصف بي. إذن هذه هي القضية. وبالنسبة للاستقلال هذا الداخلي. أي. قبل ما يجي مندس فرنسا لتونس. أي. من جنيف عيط للمصمودي. أي. مصمودي وزير خارجية وقتها؟ لا مصمودي وقتها في الحزب في باريس. أي. أي. قالوا راهو باش نمشي تونس. أي. امشي تشاور، قل للدسات راني جاي باش يقبلوه يعني. في امشى
جاء مشى من جنيف مشى لباريس باش قال بورقيبة راهو جاي. تغشموا صبي ايش اسمه ميسرع بن نصر تقالوا انا في جنيف ما تقوليش وتمشي لفرنسا باش تدخل لبورقيبة لان من الاول فما مصمودي كان اقرب البورقيبة البورقيبة هذا هي المشكلة. اما راهو حتى كيف نتحدثوا على منصبي على صالح بن يوسف كان هو راهو تقدمي مش في المستوى نتاع بورقيبة ما كان تقدمي وكان مع الشعب وكان هاك الموقف اللي خباه العروبي وشنو هاك كيف جاء الصراع بينه وبين بورقيبة ولا هو اعتمد على على مصر وعلى شو عبارة ورقة حب يستعملها في هذا الصراع. هل بإنهاء أو بإضعاف بتبيعته يعني الدور متاع يعني زاد النجم نقول لك لو كان نبعده شوية على السياسة ناخذ جوانب شخصية الشيخ خليفة يعني بورقيبة يجي يلقى وأنه هذه العائلة الحسينية بش يكتشف حتى من خلال أنت تكتبه بشوية بشوية كل مرة بش يقول له واحد بش يكتشف أنها عائلة متحالفة مع بن يوسف أي. واحد وأنها عائلة عملت كل شيء مش ما تخليهش أي. يتولى الحكم بأي طريقة كانت لا كوزير أول ولا حد شيء وأنها عائلة أرادت أنه ما يلتئمش المجلس التأسيسي خاطرها كانت تخشى من نتائج المجلس التأسيسي يعني لو كان ناخو من الجوانب الشخصية بعيد حتى على السياسة يعني كما يقول قائل هما عملوا فيه هو بعد ذلك سينتقم شو رأيك في هذه القراءة؟ أنا يضرني حتى أكثر من الانتقام أكثر من الانتقام لأنه من الأول كيف هو في مصر أي. وعمل اتفاق بن يوسف مع شادي بي باش الوراثة تولي تتغير تولي من الملك الولده هو وقتها فهم ما حبش الملوكية تدعم أي. دونك من وقتها الورقة متاع بورقيبة بالنسبة لي له باش تمشي واحد أي. وفهمت أما حتى الصراع وقت الاستقلال الداخلي المناقشات اي كانت مش مع بورقيبة بالكل برك بورقيبة في فرنسا يتناقش والمرحوم طيب ميري اي يمشي يتشاور مع بورقيبة ويتشاور مع بن يوسف في جنيف داكور حتى في الاخر كيف بن يوسف قالوا لا انا غدوة ماشي البندونغ وشنو وقت اقطع الصيلة معه طيب ميري لأنه هو حب بن يوسف يكون موافق وظهر له كان موافق منها تقطعت هي ولكن الخلاف هو أكثر شخصي بين بورقيبة بين صاحب الأنا شكون شكون الأنا متاعه أكبر من الآخر بشكون موجود دوره في أكثر في, أكثر في موضوع الاستقلال إذن إلى أن نصل مع بعد ذلك إلى هذا الصراع وإلى قلت لي أكثر من الانتقام أنت تقول أني أنا يمكن مانيش موضوع ياسر في حديثي على بورقيبة تكتبوا هذا في كتابك سي خليفة وتقول أنك تعتبره زعيم استثنائي وقائد ربما بعده هو من آخر القيادات في المنطقة وفي العالم لأن الشخصيات هذه من بعد ستندثر ولكن هل تقر خليفة شاطر أنه وقع التنكيل بالبيات ما بعد الاستقلال أو لا كلمة تنكيل برشا معناها بعدوهم على الحكم وهبطوا في الحبس وقع تنكيل يعني وقع كان يمكن أن يكون إخراجه من الحكم ولكن ليس بهذه الطريقة كان يمكن واضح على كل حال من المملكة التونسية اللي تحولت إلى جمهورية إلى مملكة أطلانتس سمعت شي بها أطلانتس والله ما سمعتش ما سمعتش بأطلانتس تو فيكم أياكس تسمع تفاصيل أطلانتس في مجلس النواب مرحبا بك أسامة مرحبا شنو هدرة أطلانتس هذه يا أسامة الحكاية بدأت 360 قبل الميلاد الحديث على مدينة أفلاطون والمدينة المجهولة اللي تمتعت بتقنية عالية وبشعب نبيل هكا تقول الأسطورة اللي ما يعرفش تاريخ مثلها جملة واحدة مدينة فاضلة ومدينة مجهولة اسمها أطلانتيس وفقا للأسطورة والجماعة اللي كانوا يسكنوا هوني كانوا متطورين برشا تقريبا في سنوات 2030 أو سنوات 2040 اللي احنا مازلنا مخلطناش عليها
معز عاشور محافظ موقع قرطاج السابق وأثري يحكي لنا على هذه الأسطورة. أتلانتيد خلينا نقوله هي أسطورة ذكرت لأول مرة مع الفيلسوف أفلاطون في منتصف الثاني للقرن الخامس قبل الميلاد، وغرقت هذه المدينة بفعل سكونتين كاتاكليزم خلات العالم أجمع، خاصة في القرون الوسطى تقريبا القرن 15 و16 ميلادي ينقسموا إلى جزئين، مجموعة كبيرة اللي تعتقد أنها تبقى في جانب لافيكسيون يعني الخيال، وجزء قد يعتقد في وجود هذه الجزيرة. أما هالمدينة هذه باش تطفو على سطح البحر في تونس في مارس 2023 لحديث على أتلانتس الجديدة، دولة افتراضية عاملة موقع ووزارة وسفراء ومعتمدين كما زاد أساتذة وقادة أركان. مانيش قاعد مبالغ يا جماعة، هذه تركيبة الحكومة الحالية لأتلانتس الجديدة، كان مالك يورينا فيها ديجيتال الحكومة كاملة، فيها وزراء، وزراء عمل، وزراء في الشؤون الاجتماعية، وزراء في الداخلية وأيضا في الشؤون الخارجية. نفس الحكومة هذه اللي صار عليها جدل فيما يخص انتماء سوسن مبروك نائب رئيس مجلس النواب الحالي إبراهيم بودربال. كيفاش وصلت نائبة برلمان تونس الحكومة ذات السيادة اللامركزية لدولة أتلانتس الجديدة اللي ما زالت قايدة التأسيس، دولة من المفروض ما عندها حتى أثر في أرض الواقع، أما شم جيب نائبة برلمان تونسي المدينة أفلاطون اللي غرقت في البحر. نائبة ترشحت على مدنين في الانتخابات التشريعية لسنة 2022 اش تعمل تصويرتها في حكومة أتلانتس. احنا بدينا مصباح نتصلوا بالسيدة سوسن مبروك اللي ما تحصلناش عليها، اما حبينا نفهموا كيفاش قابل سيد ابراهيم بودربالة انه السيدة اللي على يمينه اللي موجودة كنائبة في مجلس النواب عندها منصب في أتلانتس كوزيرة العمل والعمال. إبراهيم بودربالة النائب ورئيس مجلس النواب في الحكومة في البرلمان الحالي يحكي لنا على الموضوع هذا. بالنسبة للسيدة النائبة يعني أول بالذات أنا تعرفت عليها يوم وقع اختيار مكتب الرئيس وتحدثت معها في الموضوع وسمعتها يعني من خلال مداخلاتها الإعلامية الكل، وفهمت ان كون العمليه يعني لا تعدو انها مملكه تفركس على ارض باش تتنصب، وهذه نسبوا لها ان وزيره عمل بدون ان يكونوا ثم عمال، ما يعني المجلس التشريعي مستهدف ممن رفض هذه التدابير يعني التي اتخذت منذ 25 جويلة الى الان. شنو أهم الوقائع اللي سمعتها سيد رئيس مجلس النواب فيما يخص انتماء النائبة إلى هذه الحكومة الافتراضية؟ لا هي ما حتى هي ما أصلا ما حتى تشرحها في مكان خاطة، هي طلبوا منها استشارة، قدمت استشارة في المسائل الافتراضية المستقبلية من الناحية القانونية لا أكثر ولا أقل، يعني إنسان يعني يطلبوا منه أستاذ مختص في القانون في العالم الافتراضي المقبل يعطي باش يقولوا له تعطينا استشاره قانونيه، يقدم الاستشاره هذه يصبح مورد؟ لا هذه مساله يعني غير قابله يعني للتصديق ولا يمكن اعطاها اي اهميه. بلغ إلى ما سمعنا سيد رئيس مجلس النواب وأنه دعيت إلى فتح تحقيق داخلي بعد المصادقة على النظام الداخلي في الواقعة هذه، صحيح ولا هي مجرد إشاعة؟ في على مستوى مجلس النواب باش تفتح تحقيق؟ لا 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 ما ثماش منها الى يوم من الحاضر ما ثماش منها. لا احنا اولا ما زلنا لجنة النظام الداخلي قاعده يعني تقوم بعملها وان شاء الله يعني تتم اعمالها في اقرب وقت ممكن، وسندعو يعني جلسه عامه يعني للمصادقه على النظام الداخلي، وما اؤكده هو ان هذه المساله يعني لا اساس لها من الصحه. احنا دخلنا اللوجو في حكاية الموقع والدولة الافتراضية هذه، دخلنا للموقع متاعهم وحابين نفهموا هل فما توانس اخرين منتمين الى الحكومة الافتراضية هذه وإلا لا. كي دخلنا لقينا تونسي اخر يشغل صفة خبير في التنمية مكتوب على الموقع هذا وانه اسمه عادل الهنتيتي. عادل الهنتيتي اللي هو في الاصل خبير في البيئة والتنمية المستدامة، تصلنا به ويظهر انه لا في علمه ولا في دراه، وكنت اول واحد في الصباح نفرحه بخبر البوست الجديد هذا. اول واحد هو انت قلت لي اسمك، اول انت هو انت، انا ما قليش حتى حضرت اسمك، اما تعمل زي مش اول مرة توقع لي هذية مش مع هذا في حاجة تخليل، وانا خاطيني ان اسم محمد عادل انت خبير في الدولة المستديمة، فمش كيفاش تعمل زي مقيش دخلت هذا وهذا خطوه ولا تو في الوقت الحالي مصدر ازعاج
للناس كلها تصيدي غدوة يبحثوا فيها ويعملوا في الواحد وانا خطين كنت كذا. هنا وضحنا سي عادل الهنتاتي هذا الموضوع، ما شكونهم الناس اللي تعين في الحكومات هذه وشكونهم الناس اللي تشرف على المواقع الخاصة بأتلانتس الجديدة، شكون الناس اللي تهبط في الأخبار وشكون الناس اللي تعمل أيضا في المؤتمرات الافتراضية وتدعو الوزراء المنتمين للحكومة هذه على أنهم يدخلوا ويعطيوا الأخبار متاعهم وخاصة تحاليلهم واستشاراتهم اللي واحدة من بين الاستشارات هذه قدمتها نائبة في البرلمان سوسن مبروك. احنا تحصلنا على رقم الموقع وهز علينا التليفون فتحي بن حميدة اللي باش يفسر لنا شنو حكاية دولتهم الافتراضية. تو انا كنت نفسر لك سي أسامة قلت لك هي لا افتراضية، معناتها كنقول لك انا لا افتراضية، الناس الكل قاعدة تخدم على 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 موقع عاملين وقاعدين يعملوا في محاضرات، قاعدين يقدموا في حاجة، يعلوا في محاضرات من العموم، ينشروا فيها على التواصل الاجتماعي، عندهم موقع رسمي. هي لا افتراضية، وهي لا افتراضية معناتها سامحني افتراضية ماهيش معناتها على الواقع، ماهيش على ارض الواقع فعلا. ما شكون اللي يعين مثلا سوسن مبروك وزيرة العمل والعمال في الحكومة هذه؟ انتم تعينوا الوزارات؟ هو المنصب راهو ماهيش هي نصبت روحها ولا حاجه، احنا بعد ما دخلت عطاوها هي مثلا كي شافوك عطاوها سماوها هما كيف ما يقولوا وزيره والا شيء، هذا كل افتراضي ما ثماش حاجه على ارض الواقع. وهي حتى الدخل نتاعها كان في معناتها ساعات معدوده معانا، وقع في مقالات من بعد تم نشرها هي في بريئه منهم، عندها مقالات وتم نشرها وحتى اللي نشروا حتى تحت المقال الدكتور سوس المبروك وزيره ونصبوها وزيره. لا هي ما هيش معانا، ما عندي حتى نشاط في مملكه أطلنطس، نعاود نقول افتراضيه لا مركزيه، ما هيش موجوده على ارض الواقع جمله، كل شيء في الخيال. يعني دولة ما عندها حتى بلاصة وما عندها حتى أثر على أرض الواقع كما كان يحكي الشخص اللي يشرف على هذا الموقع ومنتمي إلى هذا التنظيم. البارح حمزة مع 7 متاع العشية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت هبطت بلاغ تقول فيه أنه تبعا لما تم تداوله يوم 17 مارس 2023، حول أنه فما تنظيم صار في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة لمنتدى ريادة الأعمال بمشاركة متدخلين من مملكة أطلانتس الجديدة. وزارة التعليم العالي باش تفتح تحقيق في الموضوع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الأجال. معلومة كنت ثبت منها أيضا من عند وزارة التعليم العالي أنه فما تحقيق. تهم تواجه الدولة هذه الافتراضية بأنها تعطي في تأشيرات وتعطي في جنسيات وأيضا في بطاقات خاصة بسفراء معتمدين. كيفاش تجاوب عليها فتحي بن حميدة؟ هي 10,000 مواطن تتقدم، هذا قانون دولي معروف، 10,000 مواطن تتقدم في ملف الأمم المتحدة. من بعد أشياء أنا شخصيا من ما عنديش عليها فكرة كثير، لأني أنا كما قلت لك ننشط معهم في مجال معين، هما عندهم الإقليم السيادي لتاعهم ولا عندهم مكان ولا حاجة، ذيك حاجة تجاوزني ما حبش نعطيك معلومة أنا خاطئة. أبقى حكاية احنا نرجعوا المهم لحكاية الجنسية راي هي ورقة قاعدة تنشر على الفيسبوك، انت من حقك كمواطن تقدم ولا ما تقدمش، لكن يزمك تقتنع اللي الشيء هذا افتراضي. اما صحيح القانون الدول يقول هذا، حكيت 10,000 مواطن ودرا شنو افتراضي، هو يقول انه فما معناه بعض من الفصول في القانون الدولي اللي تعطي الحق ل 10,000 شخص فوق ال 10,000 شخص يعمروا استماره بانهم تعطيهم جنسيه الدوله مش موجوده اصلا. كنت ثبت مع السيد عياض بوسلمي الخبير في القانون الدولي للاشئين واللي عنده فكره على القانون الدولي العام، واكد لي انه منطقيا لا يمكن لعدد من الاشخاص طلب جنسيه معينه من الامم المتحده لأنها ما تمنحها شيء، بل تمنحها الدول اللي من المفروض تكون عندها صفة وبلاصتها على عندها رقعة جغرافية زون جيوغرافيك باش نجمو نعتبروها دولة ذات سيادة تنجم تمكن مجموعة من الجنسيات. حمزة، الموضوع أكبر من أطلانتس ومن الدولة الافتراضية، الحديث على عدة منتديات وشركات تحل على أساس أنها شركات خدمات. نعطيك جزء من الأمثلة ومن دون ذكر أسامي، عنا مثلا منتدى خاص بسفراء أنه يعطي شهيد لسفراء وأنه السفراء ذوكم على أساس سيعينوا ولكن افتراضيا، وعنا خبراء في التحكيم أيضا اللي هما ما همش يدرسوا في حتى شيء وما قعدوا على حتى ملف ولكنهم يأخذوا في شهيد وتحل منتديات.
مجموعة من المنظمات الوهمية كان سماها فريد بن شحاح حوانيت للسفراء وحوانيت للاعتماد. حبينا نثبت عدليا شنو اللي قاعد صاير في هذه الملفات. فريد بن شحاح عن محكمة الاستئناف بسوسة والمنستير يحكينا الموضوع. صحيح يفهم برشا قضايا يستعملوا ديكارت مثلا يجي يقنعوها لو باش يكون عضو في شركة متاع تحكيم دولية أو يستعملوا شركة على أساس هم منخرطين في منظمات دولية يستعملوا ديكارت مومبر هذم وهم على أساسهم يقع إقناع الراغبين باش ينضموا لهم باش يكونوا ينخرطوا في الشركات هذه. واستعمال الصفات المدلسة تعرف أسامة جاء نص عليه الفصل 291 أنه أحد طرق التحايل هما دي مانوفر فروديولوز هما يقع استعمال الخزعبلات والحيل لإقناع الغير أنهم عندهم مشروع من المشاريع اللي باش تكون بعد وهمية. فما عديد القضايا اللي ترفعت في هذا المجال. تعرف أن جريمة التحايل هي من أخطر الجرائم أنا قاعدة تصير في تونس ناهيك أن حتى العقوبات البدينة ما تنجمش تصير فيها وتعتمد كما كنت تقول أنت إما على وثائق تكون من سفارات ولا من منظمات دولية ويكون غالبها وثائق مدلسة وما نجموش يتفطنوا لها من الأول للراغبين باش يكونوا أعضاء فيها. أستاذ في القانون والناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمهدية والمنستير كان أكد لي أنه أكثر من قضية تم حسمها في هذا الموضوع وأكثر من شركة تم حلها وانتهاء عمل هذه بعد ما ثبت وأنه هناك عملية تحايل قاعدة صايرة الناس تدفع فلوسها باش تاخذ كارتة على أساس أنها سفير أو سفيرة في بلد وهمي. شكرا أستاذ. جاوب حمزة كنا راحت من نصف نهار الماضي ساعتين. حمزة البلومي على موزايك فام. أكثر من نقطة هامة وباش ناخذوا عليها رأي ضيفنا بداية أصحاب العقول كيفاش نجموا نسميوهم اللي يمشيوا في مثل هذه التصرفات. ساعة التساؤل الكبير لولاني وسامة باللي أنت شفته من عند ناس كل باين فما إحراج عند رئيس مجلس النواب ولكنه يدافع على النائبة متاعه ما تفهمش علاش لكنه يدافع يعتبر هذا في إطار الهجوم على البرلمان رغم حد ما حكي على برلمان يحكي على النائبة اللي منضوية تحت حاجة اسمها أطلانتس. إحراج في عوض الاعتذار ربما شيء غير المقبول منها هي أولا من هذا السيد اللي خذيته اللي قلت أنا اسمه سي فتحي هذا يلي نعمله في حاجة في العالم الافتراضي أي شنو ما عندها حتى قيمة علش تعملوا فيها فلا نعملوا في حاجة في العالم الافتراضي فعلا نعملوا في حاجة في العالم الافتراضي ليه نعطيه في وزارات أما في العالم الافتراضي ونعملوا في سسمة هي نعطيه في جنسية أما في العالم الافتراضي بيها ليش تعملوا فيها في هم يقولوا أنه على كل خدمة يقدموها للشخصيات ذوما اللي دخلوا في الويبينار الكل أنه على كل مداخلة قيمة يعطيهم صفة وزير أو وزير. صفة سفير وهو يقبلوا ويبدأ فرحان ويعمل كارت فيزيت ويحط فيها اللوجو متاع المملكة الأطلنطس هذية ويبدأ فخور بذلك ويدور ويتصور. حوانيت السفراء اللي قال عليهم فعلا الناطق الرسمي للمحكمة سي فريد بن شحاء هو حانوت ولقيناهم احنا كثيرا لكن ما كناش نتصور ربما انه يوصل الى هذه الدرجة. ذكر حتى خدمنا عليهم سابقا في برامج اخرى المنظمة العالمية ويعطيه دي ماكارون زادة للسلم للسلم وكذا ويعطيه كنت سفير خارق للعادة للمنظمة العالمية لكذا كذا وخرطر معناها هي حاجة ما عندها حتى وجود. يعطيك ماكارون الكهرباء ويعطيك كارت فيزيت ويعطيك شهادة وتدفع عليهم فلوس. أنا إلى حد الآن اللي يثير هو الناس اللي تصدق ذلك أصحاب هذه العقول اللي تصدق ذلك وتوصل إلى درجة أنه هذه الخزعبلات تولي تؤسس دول وهمية كما دولة أطلنطس. شنو رأيك سي خليفة؟ والله هذه أمور كل ما تصورتهاش أنا ما فهمتهاش التو هذه برشا أشياء قاعدة تقع في العالم الافتراضي. قال شنو ما هو في الافتراضي تيش معناتها في الافتراض باش تبرولنا قال شنو ما هو في العالم الافتراضي شنو معناتها في العالم الافتراضي ما هو قال لك جاب قانون من عنده قال لك 10,000 مواطن صحوا استماره على الفيسبوك وينجموا يمشيوا للامم المتحده ويتمتعوا بجنسيه لدوله ما عندها حتى اثر على الارض الواقع. وهنا عاودوا نرجعوا للفيك نيوز اللي كنت حكيت لنا عليه قبل اسامه والاخبار الزائفه اللي هذه يجيب لك حاجه باش على اساس انت راك ما تعرفش. اسمع في القانون الدولي كي واحد صح 10,000 فما يعطيوك جنسية يعني كلام لا عنده لا أساس لا رأس. ربما السؤال الكبير اللي يهمنا في كل هذا أنه أنا أستغرب
كيف يمكن للسيد رئيس مجلس النواب الحقيقة أنه يدافع على النائبة متاعه من غير ما يطلب حتى شيء، من غير لا يقول كما أنت أكدت معاه، قلت له هل فما ربما تحقيق في ذلك، على الأقل تحقيق داخلي يا أستاذ، عمل تحقيق داخلي وبعد دفع عليها مسيلش معناها، ولكن عمل تحقيق داخلي وكان عندها الحق وكان ما عندها حتى علاقة بهذه الخزعبلات، فوجب الاعتذار منها وتخدم على روحها. لكن إذا كان عندها علاقة وهي وزيرة في وزيرة العمال، وزيرة هاي العمال هاي وزيرة والعمال نتاعها شكون؟ هو لا فما عمال ولا فما عمل في أطلانتس، أطلانتس مسكرة من عام 360 قبل الميلاد، لكن العمال هم اللي باش يخرجوها من البحر. يمكن 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 مطروح، مطروح هذا يلزم شكون يخرجها من البحر. نجم نسقوا مع وزير الطاقة كانت حصلنا عليه اللي نجم يعطينا كل التفاصيل هذه. ما بقانا كان باش نعلقوا بهذه الطريقة سي خليفة، شنو رايك؟ والله هذه الجمهوريات الوهمية. على كل حال حديثنا متواصل معاك وبش نرجع إلى الجوانب التاريخية. شكرا أسامة مرة أخرى. خليفة شاطر لاغ بورقيبة، هذا الكتاب اللي نرجع على تفاصيل الاستقلال بعد شوية بش نمشيه ننطلق في حديثنا على الجزء الثاني. حكينا على عائلة البيات، باش نحكيو على الطاهر بن عمار. قبل ما نجيو الى صراعه مع بورقيبة وكيف رايت المحاكمه نتاعو سي خليفه، نحبك ساعه وانت كتبت كتاب كامل على الطاهر بن عمار. كيف يمكن ان تقدم لنا طاهر بن عمار؟ من هو هذا الرجل؟ انا يظهر لي هو شخصيه مستقله ولكن وفاريه وقريبه من الحزب، وهما اعتمدوا عليه لأن بوصفه هو كان غني، كان كيف يمشي الباريس ديما يعمل عشاوات ينادي فيهم نواب البرلمان، بحيث كان عنده معروف غادي في فرنسا ويفرحوا به وكل شيء. إذن هذا هو، ويعني نفهم من كلامك أنه يمكن دوره ما نتصورش دوره اقتصرا وغني سي خليفة، دوره اقتصر أنه غني يعني، وكان عنده دور وكان عنده حضور في هذه الحكومات، ولا فقط لأنه كان صاحب نفوذ مالي ولا جاه مالي. لا، وقتها قبل ما يولي في الحكومة أي هو كان عنده صحاب مع جماعة الحزب الاشتراكي وجماعة الكل، قلت كان كي يمشي لفرنسا هو يضيفهم. الفرنسي تحكي. الفرنسي جماعة الحزب الحاكم الفرنسي. الفرنسي إذن هو هذا هو دوك هذه العلاقة ستخدم في صالحه وبش أنه يتم تسميته على رأس الحكومة لولا وقتها. أي ظهر لي كان ما لا، وكان داخل في المجلس الكبير. وي كان معظم في المجلس، مجلس الأربعين لا ولا لا مجلس الكبير قبل المجلس الكبير. اي المجلس الكبير، اي صحيح، كان يعني حتى كان قريب للحزب بحيث كيف معناها المجلس الجزء التونسي كان باش يحبوا ياخذ رئاسته بالرمضان نتاع المهديه. اي اذا بن يوسف لح باش باش طاهر بن عمار هو يولي رئيس، هو اللي يولي رئيس. واضح اذا قريب للحزب كان. بعد شويه الشاذلي بن عمار يحكي لنا على ظروف اللي يتصور انه صارت فيها المحاكمه نتاع والده، لماذا يعتبر طاهر بن عمار مضطهد. قصه هذه الجمله الشهيره اللي قلت لنا قبيل انه لم تكن سي خليفه اللي يقول كي وقفوه يقول حطوا لي المنوت في هاليد اليمين، اليد اللي صحت على الاستقلال، اللي تقول لنا انه هذه إشاعة أكثر منها حقيقة. خالد، وهذا شقالك خالد ولده الآخر، ولده الكبير الكبير للطاهر بن عمار الله يرحمه. نمشي ونأخذ فاصل، الموعد مع الأخبار ولا نعود مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين في غوص في كواليس الاستقلال وما تبع سنوات الاستقلال، السنوات الأولى للاستقلال بمناسبة مرور 67 سنة على هذه الذكرى. غدوة تونس تحيي ذكرى الاستقلال. ضيفي سي خليفة شاطر مؤلف هذا الكتاب لاغ بورقيبيان أسي إديسيون. مش جديد مرحبا بك أستاذ خليفة. شكرا، أهلا وسهلا. شمشيو إذن حكينا وفسرتنا
العلاقة اللي كانت تجمع بين ظفرين، العلاقة وهذا الصراع بورقيبة بالبيات وصولا إلى موضوع الاستقلال والصراع اللي كان فيه، باش نجيو بعد لحظات للحديث على دور طاهر بن عمار وحقيقة المحاكمة متاعه والتنكيل به. لكن قلت لي قبيلة في الكواليس أنه زاد في حكاية العلاقة بين بورقيبة وبن يوسف فما موضوع اجتماع القيروان هكا، أما اجتماع القيروان لا نوتف عليك. أنا مشيت للقيروان وقت أنا كنت نقرأ في الليسي تسوس، صاحبي هزني باش نعدي المولد في القيروان. أي هذا وقتها عام شنو نحكيه؟ عام 56 56 أي كيف مشيت هزني للجامعة. أي في الجامعة يخطب صالح بن يوسف، أي بعد الخطبة متاع الإمام يخطب يقول الشيء اللي وقع لي كيف ما وقع للرسول قلقوه حتى هاجر. أي والناس كل كانوا معاه، فما كان جات مرأة قالت لا أنت غلط. المرأة هكية طلعت نايلة بن عمار أخت وسيلة. أي جاءوا الناس قطعوا لها دبشها في الجامعة. في الجامعة ريتها أنا كلها عريانة، جاء واحد أعطاها برنوس. أي إذن كانت في القيروان واحد برك من شعبة تاع القيروان مع بورقيبة. هذايا أنا عرفته بعد ولا معتمد. وهذايا اللي مشهور عليه كيف وقت الجزائر لفلان هوني قالوا له تونس الحكومة التونسية قالوا له تبارك راهو جايين زوز صحفيين فرنساويين ماذا بيك تتلهى بيهم بعد ما لقاهمش، قالوا تهنيني عليهم ما لقاهمش، قالوا مهنتكم عليهم خاطر قبل كيف كان يقولوا هنينا معنا قتلهم. اي لا 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 اي دونك هنيهم عليهم هكا. هذا هو اذن، هذا هو اذن، اذن في القروان دونك كلهم كانوا مع بن يوسف. بن يوسف انا نسمع في الاخبار في الليل بورقيبة قال جاي نار حد، قلت انا جاي شكون هذا. غدوة الصباح كيف قمت هو كان بن يوسف معاه اتحاد فلاحة في الشباك متاع اتحاد الفلاحة، نلقى الكرهبة متاع بن يوسف موجودة وفوق ناس عيطوا بورقيبة بورقيبة، لأن ليلتها المنجي سليم وزير الداخلية عبى ديبوس وعبى القروان بديبوس بحيث مناصري بورقيبة. إذا قلب من وقتها الكيران تخدم على روح اقلب الأغلبية. أيوة. بالعمل بن يوسف تجبر بشقاء قرق بالقيد السقة بش عاونه وبعثلوا المعتمد بش وصلوا وخرجوا من الخروان. لما قوتك المسلم قلب الأغلبية. الأغلبية شفت هذه الكواليس متاع التاريخ اللي نحكي لكم عليها اليوم، مش بالضرورة الحاجات اللي مكتوبة في كتب التاريخ، ولكن هذه من كواليس، وبعد شوية مواصلين في الكواليس من ناحية الطاهر بن عمار المرة هذه، ونسمعك الشهادة متاع ولده سي الشاذي بن عمار اللي مؤلف كتاب على أبوه يرجع فيها على سيرته ومسيرته. بعد الفاصل أنا راجعين. كل عيد استقلال وتونس بخير والتوانسة بألف خير إن شاء الله. ضيفي خليفة شاطر المؤرخ مؤلف كتاب لاغ بورقيبة عيد الاستقلال ذكرى الاستقلال، تجي فيها ذكرى شخصيات ساهمت من قريب أو بعيد في هذا الاستقلال. الشخصية الأبرز هي أكيد زعيم بورقيبة، لكن فما جملة من الشخصيات الأخرى. حكينا سي خليفة من قبيل، حكينا على لمين بي البي الحاكم وقتها الشاذلي بي ودوره من الأسرة الحاكمة، ثم أخوه خو البي، ثم زاد كيف كيف حكينا على الصراع مع بن يوسف، والآن شخصية اللي عليها
الكثير من الجدل شخصية الممضي على اتفاقية الاستقلال الطاهر بن عمار وما حصل في علاقة به. مش ناخو شهادتك مش نسمعك زادة الرأي متاع الشاذلي بن عمار ولده اللي ألف كتاب على الطاهر بن عمار، وباش نسمعوا رأي المؤرخ محمد لطفي الشايبي اللي كان جاوب هو حتى في مقالات انشرها جاوب على رواية الشاذلي بن عمار. البداية مع الشاذلي بن عمار هكا تحدث على ظروف توقيع به طاهر بن عمار للاستقلال نهار 20 مارس 56. ظروف صعبة ما فيش أدنى شك، هذه مسؤولية كبيرة كان متحملها من اللي نهار اللي شكل الحكومة الأولى في أوت 54 قصد إجراء مفاوضات مع الطرف الفرنسي بإحراز تونس الاستقلال الذاتي، ثم فيما بعد انت الاستقلال التام، سيما وأن ظروف وقتها ظروف ما كان ثم قضية ما بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة، ولو صالح بن يوسف يقولوا أنه المفاوضات هذه مع الاستقلال الذاتي هي خطوة إلى الوراء وإحنا ملتزمين مين باش نحققوا في امتلاء الاستقلال التام، حينئذ في حاله ما اذا فشلت المفاوضات تكون مشكله سياسيه كبيره. طاهر بن عمار لما كان يتفاوض مع الطرف الفرنسي اي رئيس الحكومه إدغار فور وامضى معاه الوثيقه الاستقلال الداخلي يوم 3 جوان تحصل من إدغار فور الشيء الاتي اللي هو شيء هام، تنصيب انشاء مجلس تاسيسي، مجلس تأسيسي، والباي أنذاك أمضى على الأمر العلي يوم 29 ديسمبر 55 أي قبل ما نتحصوا على الاستقلال. والغاية من هذا هو أنه في حالة ما فشلت المفاوضات مع الطرف الفرنسي قصد إحراز الاستقلال التام تصير الإعلان في المجلس التأسيسي هذا من طرف واحد على استقلال تونس. نجح الطاهر بن عمار والفريق اللي معه على الإمضاء يوم 20 مارس على الاستقلال التام. هذا الدور للطاهر بن عمار معتبر، لكن لا يمكن اعتبار طاهر بن عمار مهندس الاستقلال، هكا يقول المؤرخ محمد لطفي الشايبي. مش انت الاستقلال هذية الطاهر بن عمار تشكون حطه غاديك في المفاوضات؟ الديوان السياسي بورقيبة هو اللي حط، بورقيبة كان موجود غادي في الدفاع الصوان ديركي تبع كل شيء، هو اللي ما يقوله مهندس المفاوضات حبيب بورقيبة هو الفاتح هو الناتج أما الدفاع الصوان ديركت. ثم بعد ذلك بشي يجي موضوع المحاكمة. قبل ما نجيو للمحاكمة، خليفة شاطر تتفق مع رئيس محمد لطفي الشايبي فيما يتعلق بدور الطاهر بن عمار في الإمضاء على وثيقة الاستقلال وقت المناقشات برقيبة في فرنسا وما يعمل شيء طاهر بن عمار ديما كان يتشاور معه، ديما يتشاور معه. إذن المناقشة الأصل حقيقية كانت بين بورقيبة والحكومة وإدغار فور. طاهر بن عمار هو بصفة هو الواسطة، هو الواسطة، هو اللي رسميا حتى مثلا كيف فرنسا قالت من صحوا الاتفاقية كان ما الفلاجة يهبطوا من الجبال. بورقيبة هو طلب منهم باش يهبطوا، كما قالوا لا ما من نجم نهبطه كما بورقيبة يقول لنا والنراو كلف ولده باش قالوا لهم اهبطوا وهبطوا من الجبل. إذن هو كان في حقيقة الأمر اللي كان المناقش الأصلي والرئيسي في الموضوع. بتبع حال قلت لك قبل كان طيب مهيري يمشي بين بورقيبة وبين طاهر بن عمار وبين بن يوسف في جنيف يتشاور هذا مع بن يوسف. لكن يقول شاذلي بن عمار ويكتب في كتابه قال هو في كل الحالات ضامن طاهر بن عمار أنه حتى لو تلكأت فرنسا ففما دعوة المجلس التأسيسي ويمكن إعلان الاستقلال من جانب واحد. أو هذا المعنى شنو رأيك فيها؟ ما كانش موجود الفكرة لا مجلس تأسيسي ولا شيء، ما فماش. واضح. الشاذلي بن عمار يحكي توا على موضوع المحاكمة، علاش حكم طاهر بن عمار سنوات بعد هذا؟ ثم باش نرجع على الجملة الشهيرة متاع حطوا المنوت في ليد، هذه ليد اليمين اللي أمضت على اتفاق استقلال تونس. نسمعوا الشاذلي بن عمار.
رئيس تحبيب بورقيبة حب ينفرد بالزعام على الساحة السياسية التونسية، يبقى الوحيد في زاد الحركة الوطنية والاستقلال وهكذا، هذا يكون في انتقال تحبيب بورقيبة، هذا شيء مش معقول. الحاجة الثانية اللي وقتها طلب الرئيس تحبيب بورقيبة من الطاهر بن عمار شهادة في خيانة الباي، قالوا للوالد، قالوا ما أنا ما كنت حاضر في الأشياء هذه، وما وشي الخيانة اللي قام بها الباي، وهذا غير صحيح، ورفض باش يعطي شهادة زور. في قال له يعني كيفاش الباي طلب من سيدو إبقاء الأمن عند الطرف الفرنسي، وهذا مش صحيح، مش صحيح، لأن الأمن تحول للطرف التونسي في 3 ديسمبر 1955 قبل الاستقلال التام، كما وقتها جاء زاد وجه تهمة للباي وأنه رفض الإمضاء على الأمر العادي قصد إنشاء المجلس التأسيسي، هذا ما هو صحيح. عامين بعد انتلام الاستقلال صار إيقاف طاهر بن عمار وزوجته بتهم ملفقة غير صحيحة تتعلق أولا بقضية المسوق، والما هذه قضية المسوق طرحت وفيما بعد أنت ولات قضية جبائية اللي ما هي مش من اختصاص المحكمة العليا، هذه الأمور الجبائية اللي رجعوا 20 سنة لتالي، زعما 58 رجعوا 20 سنة لتالي، قالوا اللي فما هذوما اللي ديكلاراسيون فونتيلا فيسكاليتي انسوفيزانت، هذا مش صحيح. المجاورات كانت في حقيبة في دار سبيتيري، هذا اللي كان صديق للابن الأمير محمد باي، هذه كلها أمور ملفقة، يعني أنا فهمتي عدة أشخاص جاءوا الرئيس حبيب بورقيبة قالوا هذا مش معقول ومنش قابلين شيء هذا. الرئيس حبيب بورقيبة رفض هالتدخلات، شد صحيح فإنه باش تصير المحاكمة تاعت، وهذاك اللي صار، وصارت المحاكمة تاع طاهر بن عمار. إذا يقول الشاذلي بن عمار أنه صارت لأنه بورقيبة طلب شهادة من طاهر بن عمار على خيانة الباي فرفض بن عمار، ثم جاء موضوع تلفيق يقول هو موضوع المجوهرات والبحث متاع الفيسك. هكا يقول سي محمد لطفي الشيبي المؤرخ عن السبب اللي يعتبر وراء محاكمة بن عمار، نسمعوه. ليس أن الطاهر بن عمار أن أمضى على وثيقة الاستقلال، لا أبدا، لأن الطاهر بن عمار لم يقبل أن يدلي بشهادته فيما خص لمين بي في الاجتماع الذي حصل يوم 25 ديسمبر 1955. تدخل المندوب السامي لمين بي، ولمين بي كان في القصر وبحذاه الطاهر بن عمار. لمين بي أبدأ انزعاجه وقال روجي سيدو كيفاش تعطي معنا طيارة تحرس في جولة بورقيبة لجربة، وفما طيارة فرنسوية كانت معنا من فوق تتبع في الموقف بتاعه، جسما عمل له ملاحظة قال كيفاش تحرس في بورقيبة، وذلك يدل عن شيء، يدل أن لمين بي كان معنا متواطئ ويخير معنا صالح بن يوسف على حق بورقيبة، لا جدال فيه. وكان طاهر بن عمار بحذاه لكن ما تكلمش. يا أخي قالوا لا ما بعثش الطيارة باش تحرس لحبيب بورقيبة وكذا وسكت عليه. المهم العملية هذه حب بورقيبة في الأعداد الإعلان على الجمهورية يحب معناه يورط البي، كيفاش باش يورط البي أنه خان وأنه جاء ضده وكذا. طلب من الطاهر بن عمار قالوا اشهد أدلي بالشهادة متاعك كيفاش لمين بي قال المندوب السامي الحكاية هذه، فهمت؟ ما حبش، وقت ما حبش لونك طورت الأمور وعمل له بورقيبة المكيدة ونكد به وكذا، هذا هو السبب الأصلي. أو حمد المستيري في مذكراته يذكرها، حمد المستيري يذكرها. وأنت شنو رأيك سي خليفة شاطر بين الرواية اللي يحكي فيها سي محمد لطفي الشيبي والرواية اللي يقول فيها الشاذلي بن عمار؟ هل عندك معطيات على موضوع هذه الشهادة اللي طلبها بورقيبة من بن عمار؟ أنا حسب ما قال لي خالد بن عمار، أي؟ اللي عاوني برشا باش كيف عملت الكتاب، أي؟ على طاهر بن عمار، يقول لي معناها معناها يوافق الكلام اللي قاله لطفي الشيبي. نكر. يقول هو لطفي الشيبي. والقضية الأخرى كونه البرلمان التونسي، أي؟ ما عطاش، ما نحاش الحصانة البرلمانية لطاهر بن عمار. المحكمة وقفت من غير ما نحاول ما نجمو ينحيو، لأن البرلمان رفض 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 باش يعني، ومع ذلك وقعت المحاكمة، وقعت
المحاكمة. يعني في خلينا نبدأ بالنقطة بالنقطة سي خليفة، فيما يتعلق بالشهادة اللي طلبها اللي طلبت من عن طاهر بن عمار على أساس أنه هذي نوع بين ظفرين من أنه الباي ما كانش يحب بورقيبة يتحماه وربما شنو كان ينجم يصير بعد ذلك، فما منها يعني هذه يعني رفض طاهر بن عمار أنه يدلي أنه يقول صحيح صارت الحادثة. ما هو ما شيء اللي نعرفه كونه بورقيبة تغشش، لأن طاهر بن عمار كان حاضر وقت الشادلي بي ولمين بي طلبوا من الحكومة الفرنسوية باش ما تقعش معناها تونس الأمن، الأمن لأن الأمن يحرس البي في القانون القديم تاع فرنسا. هذه هي اللي تغشش منها وطاهر بن عمار حاضر وما قالوش. به نجيو للنقطة الثانية الجوهرية اللي يتحكي عليها في الكواليس، موضوع المجوهرات. بين رواية وأخرى سمعت معنا سي الشاذلي بن عمار يقول مش صحيح، أنت قلت لنا قبيلة رأيك شكون خذاها المجوهرات وعن شكون تخبيت، لكن يقول الشاذلي بن عمار مش صحيح، المجوهرات ما خذتهاش أمي وما خذتهاش العائلة، المجوهرات خذتها ناس أخرى، مجوهرات البيات خبيت عند ناس أخرى. ما هي روايتك في هذا؟ أنا اللي قال لي خالد بن عمار كونوا المجوهرات متاع مجوهرات تاع شكون؟ متاع مرت الشاذلي بي، متاع مرت الشاذلي بي أي؟ أعطاتها خبيتها أم معناها مرت طاهر بن عمار. هل نحكيه على مجوهرات زوجة الشاذلي بي فقط أو على مجوهرات البيت؟ لا لا متاع الشاذلي بي فقط. نكور. وكيف جاوا باش ياخذوهم يلقاوها هي أعطاتهم خباها أخوها. نكور. ولو خباها وقتها هبطوها للحبس. إذن خبيتهم ليهم مش فكوهم لهم ولا حاجه. أي خبيتهم ليهم، خبيتهم اي جوستمو خبيتهم، اعطتهم لك الى امانه في امانه كي امانه. دونك من بعد هذا قال لي خالد. هذا اش قال لك خالد؟ خالد كبير. هل كان فما دور لوسيله في علاقه بالمجوهرات هذه؟ لا لا ما عندهاش خليفه، ما عندهاش. مش الجمهورات نتاع البيات، راه الجمهورات نتاع مرت الشاذلي، مرت الشاذلي نتاع فقط اخرى حاجه اخرى. واضح. يعني الصورة اللي انتهت إلى الرجل هذا نحبه ولا نكره، هو الوزير الأول اللي أمضى على الاستقلال، أنه وقعت محاكمته بشيء فما وربما شيء ما فماش بنوع من الإذلال كذا. هل لماذا تحول بورقيبة في وقت من الأوقات إلى هذا النوع من الممارسة خليفة شاطر؟ التنكيل بالبيات، التنكيل بطاهر بن عمار، التنكيل ببعض الرموز، لماذا حسب رأيك؟ والله يا بيه أشياء مش ماهيش باهية وماهيش معقولة، ولكن ما تعرف السياسة، كل واحد في السياسة عنده مواقفه وعنده أعداءه وعنده صحيح وعنده وساعات السلطة تعمي سحبها تخليها يمشي في حاجات اللي ما خاطر عمر طاهر بن عمار ما كان خاين ولا حاجة. هذا هو هذا هو معناها يعني بين ظفرين باش ما نقولش حرام، يعني مش بالمعنى الديني، بمعنى عيب اللي صار في هذا الرجل. أنا نقول عيب، خاصة هما عيطوله هما استعملوه وهو عمل اللي هما يحب اللي هما يحب. ووقتها زاد حتى في نسبة لتو احنا نتحدث على الاستقلال الداخلي بن يوسف رفض وشنو الرسام علي بن سالم. اي الرسام علي بن سالم كان في جنيف في اوتيل، اي في اوتيل هو والباهي الضخم. اي وفي الاوتيل كيف صحوا الاتفاقية نتاع الاستقلال الداخلي، يقول لي بن سالم باهي الضغم يقول لي هذا النهار مشو معنينا ماذا بيا نروح روحي مصطح. لا 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 علي ضد، لانه ضد ضد الاستقلال الداخلي داخلي. لانه كان يحب مباشره الاستقلال التام كان ضد. كيف روح لتونس عيط له بورقيبه قالوا توا سي الباهي بن يوسف ما ينجمش يكون يقعد كاتب عام تاع الحزب لانه خذا موقف ضدنا. انا ما عندي كان انت تولي كاتب عام،
كيف ولا الباهي لازم كاتب عام ولا ضد بن يوسف ولا ما عادش حب يلوح روحه ما عادش حب يلوح روحه وقتها ولا باين بعد يمشي ولي هو زاد وزير اول وزير هو هو الحقيقه ثقه ياسر كل حاجه في بقعتها اكيد اكيد تحكي وباش نرجع توا باش نمشيو بناء على توا أن أنهينا موضوع هذه الشخصيات اللي كانت محيطة بملف الاستقلال. أكيد فما شخصيات أخرى أو ليس المجال الحديث عليها لأنه حقيقة حبينا نحكيه أكثر معاك سي خليفة شاطر وأنت مؤلف كتاب على طاهر بن عمار وعلى بورقيبة على الشخصيتين هذوما اللي محوريين في يوم الاستقلال. يعني طاهر بن عمار هو اللي أمضى على هذه الوثيقة ومن كان وراء كل مفاوضات الاستقلال هو أساسا بورقيبة. دونك حبينا نركزوا عليهم الاثنين. لكن فما شخصيات أخرى ما ننساوهمش. فما المرحوم طيب ميري كانت شخصية كبيرة رأو. النهار اللي توفى الطيب الميري أحضرت في الزنازة أحمد التليلي ثم غادر تونس خاف لأن كان طيب الميري مهدي الأمور على خاطر كيف نحكيه وإحنا على بورقيبة في حصيل الأمر الحكم ما كانش عند بورقيبة كانوا يجتمعوا في وزارة الداخلية الطاهر الطيب المهيري وعبد الله فرحات وأحمد الطيلي واللي قروه يعطيه لي زوردر لعبد المجيد شاكر كمدير ديوان باش يحكموا هما اللي كانوا يحكموا مع بورقيبة انت مع بورقيبة هما هما اللي اللي قرروا الإجراءات اللي قرروا الإجراءات انت خليفة شاطر تحددها الفترة هذه وتكتب عليها فصل كامل تقول هذه فترة 56-65 هكا ولا قول كان الحكم بين الظفرين مشترك كوليجيال بورقيبة ومعاه القيادات التاريخية هذه ثم 65 ولا حكم بورقيبة منفرد عليه 65 شو اللي صار حسب رايك اللي يفسر هذا التحول والله صعيب باش واحد يفسره ولكن مو كانت الحاشيه ماذا بها تبعد هذا وتبعد هذا والحاشيه كانت تدخل صراع السلطه كانت بورقيبة يبدا يحكم بصفه توافقيه ثم ياخذ الحكم وحده ثم من بعد مع المرض نتاعو سي خليفه شاطر باش تولي توا باش نوصلوا لانه الحاشيه هي اللي باش تولي تحكم وباش تصير تطورات كبيره ياسر في تونس وصولا الى واحد من هذه التطورات اللي برشا ما فهموهش اللي باش يصير من الاتفاق المجهض بين تونس وليبيا الاتفاق الوحده المجهض بورقيبه اللي كان ضد هذه الفكره سيتحول فجاه يقبل بها وباش يصحح في جربه مع القذافي يرحمهم الاثنين باش يصحح على ورقه نتاع اوتيل على اتفاق الوحدة التونسية الليبية اتفاق باش يجهض بعد سويعة ترجع حكي عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد هذه الأيام حكي كيفاش هو اتفاق دام 4 ساعات لكن الحقيقة تحدث الرئيس على حكاية ما كانش في بالي بها في علاقة بهذا الاتفاق على موضوع النفط وعلى أنه نتيجة الغضب اللي باش يصير من ليبيا على قصة فسخ الاتفاق باش تصير تبعات في علاقة بالنفط. نسمعوا الساعة رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يحكي على إجهاض الاتفاق التونسي الليبي للوحدة وتبعات ذلك. في سنة 75 كانت النية تتجه في ذلك الوقت إلى قسمة هذا الحقل الذي يمكن أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر إلى النصف، وكان المقترح في ذلك الوقت من وزير الخارجية الليبي علي عبد السلام التريكي في تلك الفترة أن يتم تقسيمه إلى نصفين، ولكن للأسف بعد 12 جانفي 74 تاريخ إعلان الوحدة و العلاقات التي ساءت بين تونس وليبيا تم رفض هذا المقترح. سنة 77 في ماي 77 ليبيا أتت بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت مصطبة
لاستخراج البترول، وتوترت العلاقات التونسية الليبية مرة أخرى وهي متوترة في تلك الفترة أثر الوحدة التي لم تعمر إلا 4 ساعات. الجمهورية العربية الإسلامية تم الإعلان عنها على 4:24، ثم الساعة 8 تم التراجع عنها يوم 12 جانفي 1974. بالرغم من ذلك كانت هناك نية في تقسيم هذا الحق إلى جزئين، نصف إلى ليبيا ونصف إلى تونس، ولكن الجانب التونسي رفض. في 1977 أتت شركة الأمريكية، ثم تدخل المرحوم محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية للقيام بوساطة، وتم الاتفاق على عرض قضية على محكمة العدل الدولي. محكمة العدل الدولية لم تعتبر المقاييس التي كانت تعتمدها في السابق بالنسبة إلى تحديد الجرف القاري، واعتمدت جملة من المقاييس الأخرى، ومن بينها القياس المتعلق بنوع من الاتفاق الضمني الذي كان واقع بين تونس وليبيا. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحدث إذن على حقل البوري اللي موجود في المياه في البحر يعني بين تونس وليبيا، والمحكمة اللي باش تقرر أنه هو يرجع أكثر بالملكية لليبيا بعد ما كان حسب ما فهمنا توا من كلام الرئيس أنه كان قبل في إطار هذا الاتفاق ربما نسعى إلى أنه يتم تونس يكون عندها حصة في هذا. كان في لقائه بدليل إلى الشابي بي دي جي ليتاب عندما التقاها الرئيس. الليبية بشي جاوبوا على هذا عبر الوزير محمد عون وزير النفط والغاز الليبي بحكومة الوحدة الوطنية اللي صرح بالآتي. صريح السيد رئيس الجمهورية التونسية، الحقيقة يبدو أن فيه ربما معلومات مغلوطة بهذا الخصوص، لأن محكمة العدل الدولية في شهر فبراير 1982 أصدرت حكم بناء على اتفاق الدولة ليبيا ودولة تونس أنهم يذهبوا لمحكمة العدل الدولية، وبالتالي محكمة العدل الدولية حددت الخط الفاصل البحري بين ليبيا وتونس. الحقول اللي يحكي عليها هو السيد الرئيس حقل البوري هذا يدخل بعيد على الخط التقسيم هذا بمسافة، شرقي هذا الخط بمسافة حقل البوري. هو ربما يحكي على موضوع فيه أنشئت شركة ليبية تونسية في سنة 1988 وأعطيت قطعة بحرية مشتركة فيها جزء منها يمتد داخل الحدود المياه الاقتصادية الليبية وجزء في المياه الاقتصادية التونسية، ولازالت هذه الشركة تعمل وهي مقرها في تونس أصلا. ربما هو يقصد هذه الشركة، لكن حقل البوري بالتأكيد لا علاقة له على الإطلاق بأن يكون مشترك. حقل البوري يقول الرئيس قبل إجهاض الاتفاق ربما كان ممكن أن يكون مشترك بين تونس وليبيا، وربما كان يمكن أن يفي بحاجياتنا فيما يتعلق بالنفط، فما نوع من التململ في ليبيا على هذا التصريح. لكن أنا اللي يهمني الجانب التاريخي معاك أستاذ خليفة شاطر، قريت برشا على الاتفاق الوحدة التونسي الليبي، انت كاتب عليه محور كامل في كتابك، لكن عمري ما قريت شكون يحكي بالتفاصيل على الموضوع الاقتصادي وعلى الانعكاسات الاقتصادية لإجهاض الاتفاق. بعد إجهاض الاتفاق هذا اللي كان مفروض انه في حقل البوري ربما يكون عنا جزء منه، وهذا نشوفه في صورة حقل اللي جينا من حقل البوري، كان تلقاونا في الخريطة، في الخريطة نوريه في الخريطة صورة هذا الحقل باش نفهمه بين تونس وليبيا وين يجي بالضبط. كان عندك علم بهذا تاريخيا سي خليفة شاطر؟ لا أنا ما عنديش علم بالنسبة للنفط بايا وي، ولكن قضية الوحدة أي هي جات من بورقيبة، أي لأنها بورقيبة مشى ليبيا في احتفال 1 سبتمبر، أي ووقتها كان رئيس الجمهورية المصري جاي، أي وعمل إنه جاي باش ينفذوا الوحدة الليبية المصرية، أي لخي ما جاش، أي كي ما جاش، أي مش ولا القذافي قال أنا مريض، مشى له بورقيبة وقال له أخطاك من الشرق أغزر للمغرب للنحل اللي نحن. إذن من وقتها جات الفكرة الوحدة بين تونس وليبيا، جات من وقتها، جات
اي ما كيفاش تفسر مالا تو خاطر هذا موقع جديد سي خليفه خاطر كيفاش صاحب خطاب البالماريون اي مدة التالي يقول له يا ولدي اختاك وقالوا طز في امريكا وامريكا تعطيك تريحه وفك عليك من حكايه الوحده وما عندها وين توصل فقير مع فقير يتوحدوا باش باش كيفاش هذا الرجل يمشي من بعد يقول وجه تلفت للمغرب كيف نتحدثوا على سياسه بورقيبه بورقيبه كانت متقلق من حاجه من صغر الحجم التونسي قدام المغرب والجزائر كان يحب تونس ولي مع ليبيا كان يحب يولي وهو اللي اقترح ولكن النهار اللي صح غدوة ابعث الطاهر بالخوجة والحبيب الشطي للجزائر وكلم الجزائريين اللي هم قبل عرضوا الوحدة على تونس الجزائر الجزائر عرضت الوحدة على تونس بومدين عرض بومدين وبورقيبة رفض قالوا ما نجمش قالوا علاش ما تنجمش قالوا لا انتم دولة كبيرة وحنا صغار إذا كان تحبوا الوحدة أعطيوني جهة قسنطينة لتونس ونعملوا الوحدة دونك ما كيف كلم بورقيبة كلم الجزائر قال لهم كلم بومدين قالوا راهو باش نعمل وحدة مع اللي بيا ماذا بيد بدأوا معنا ثلاثة معنا باش وريو اي قالوا نونو برونون با لو تران ان مارش ماكور ما احنا ما نركبوش في الترين وهو بدا يمشي سي معناها معناها اش بكم ما شاورتوناش من الاول يحب يقول لا حق ايوا اش من وكيف مشى الطاهر بالخوجه ويهر يا حبيبي الشطي مع الجزائر ما قبلوا كانوا وزير صغير ما حبوش يقبلوه اذا هما كانوا رافضين ولكن الوحده كيفاش طاحت كيفاش ان بورقيبه كي صح الوحده صححها في تونس ووسيله في الشرق ونويره في ايران في ايران الوزير الاول وزير الاول في ايران دونك يحكي لي انا المرحوم الهادي مبروك اللي كان سفيرنا في باريس يقول لي جاء معناها شو اسمه شو اسمه الهادي نويرة للسفارة الباريس الباريس وقال له راني باش نستقيل يبقى الهضرة هذي عاملينها راني باش نستقيل ما هو كي روح من إيران لسكال عملوا في باريس في باريس قالوا باش نستقيل في باريس ودونك قالوا باش نستقيل هو قنعوا باش ما يستقيلش اي وهو كلم وسيله اللي كانت يمكن في في السعوديه ذولي في الخليج كانت في في في, في, في الخليج ذولي كلمها وقال باش جيره وهكا وهكا اذا بجات ولا وسيله والهادي نويره هما اللي اثناوا بورقيبه عن ولكن انا اعتقد مش هما اللي اثناوها اللي اثناها هو الرد الجزائري رد الجزائري رد الجزائري فهمت مهم هذا اللي تقول الحقيقه مش من أيه؟ من الحاجات الدارجه برشا سي خليفه شاطر لانه يعني كل اللي قريت لهم يحكيوا المؤرخين على هذا يقولوا هو اتفاق صار بضغط من القذافي على بورقيبه وباللاماره تعمل على ورقه توتيل واول ما سمع به الوزير الاول ووسيله عملوا اللازم لالغاء ولكن انت تقول مش صحيح بورقيبه هو اللي سعى له أيه؟ ولكن كيف شاف ردة الفعل الجزائرية وقتها باش تراجع لي تنرجع تعطيني أكثر تفاصيل في هذا بعد فاصل سريع أنا راجعين ومع ضيفي الأستاذ خليفة شاطر المؤرخ مؤلف لاغ بورقيبة هذا الكتاب اللي انطلقنا فيه من الحديث على كواليس الاستقلال وصولا من بعد إلى جملة من الأحداث التاريخية الهامة في تاريخنا ومنها مثلا القضية متاع موضوع الوحدة التونسية الليبية وإجهاضها وهو صاحب نظرية يقدم عليها جملة من المعطيات في كتابه خليفة شاطر يقول أن بورقيبة هو اللي سعى لهذه الوحدة ترجع ذكر سي خليفة بخطاب ليه على الحدود التونسية الليبية نهار 20 ديسمبر 58 اللي يحكي فيه بورقيبة على موضوع هذه الوحدة ولكنك تقول أنه وزير الشؤون الخارجية مصمودي محمد المصمودي هو اللي كانت عنده علاقة وثيقة بالرؤساء الجزائري والليبي
وبناء على ذلك وبمخالفة بين ظفرين تعليمات الوزير الأول سيقوم بمحاولة تقريب هذه. هو اللي بش يطلب من الوالي في الجهة أنه يستقبل العقيد القذافي، وهو اللي بش يطلب أنه الإذاعة التونسية تقول هنا الجمهورية العربية الإسلامية. وذكرنا ضيفنا قبلك سي عبد العزيز قاسم مدير عام الإذاعة كي كان حاضر بحذانا قال اللي قالها الجملة هذية مسيك ما طولش ياسر من بعد في الإذاعة لأنه وقع عزله سريعا. يعني بالنسبة ليك خليفة شاطر، بورقيبة أراد وحدة ليبية جزائرية تونسية، كيف الجزائريين رفضوا الذهاب معه في ذلك تراجع عن الوحدة مع ليبيا، هذه فكرتك؟ أنا يظهر لي هو مش حاب يخبرها مباراة، قال له ما نظنش كان يرضى باش الجزائر تدخل برجيبة. اي ماذا بيه تونس وليبيا، ولكن ما يحبش المعاضة متاع الجزائر، مش حاب خاطر هو باش يحب تونس وليبيا تولي كيف عندها نفس الحجم من حيث المساحة والنفوذ الاقتصادي ربما. هو هذا شي يحب، ولكن هو زاد جاته ما علاش بطل من بعد؟ اولا كيف جاء وصل نويرة؟ لا لا قبل ما وصل نويرة، كيف وصل للمطار اي من جربة اي قلب برجيب ايش اسمه وقتها محمد صياح بعث لي تيليجرام يأيدوا في الوحدة اي باسم الحزب باهي شو اسمه الهادي خفشة وزير الداخلية اي في البرلمان تم يعيط اي في اخي احنا مش موجودين اتفكون البلاد هكا تم يعيط حتى خافوا عليه لا يبطل حبس، وهو وزير داخلية تم يعيط كيف جاء نويرة الليل الكل اصهر مع الوزير الداخلية اي باش قنع باش عملوا خطة اللي هي يوقفوا الوحدة. دونك كيف بورقيبة الغدوة دابا فما مشكل اي قالوا باش نعملوا ريفرندوم في الوحدة. اي هذا هو ما هو هذه من الخطة من 20 مارس اي باش نعملوا استفتاء. الدستور التونسي ما فيهوش ريفرندوم لا يزمو ما نجمش يحضر في 20 مارس الريفرندوم دونك فما هذه اذا فما العملية هذه اوكي لازمنا نبدلوا الدستور ايوه وبعد نعملوا دونك هذه الخطه اللي نتاعهم كانت انه باش نقولوا البرقيبه راهو تو ما نجموش خاطر الدستور ما فيش ريفرندوم اي اذا هذه هي كانت هي في الاصل المعارضه الكبيره. اذا وقلت كيف جات وسيله والنويره هما ولا برقيبه تراجع اجتماع سفير أمريكا أي لغدبتها وبعد استمع بسفير الجزائر أي وبعد ما خرج سفير الجزائر نحى المصمودي من وزارة الخارجية خاطر المصمودي هو اللي جاب بين ظفرين هندس له الحكاية أيوة وحط وقت الحبيب الشطي وزير الخارجية دونك نحاه وتبدلت السياسة وبقت بورقيبة مشى وبقت مشكلة عاد سي شاطر اللي هي الوثيقة هذه اللي هو ممضي عليها بعد رجعوها لنا بعد رجعوها ليبيا بعد اي مو بورقيبة طلب ما يتناقش مع ليبيين اللي ما يرجعوها ولا القذافي رجع وبورقيبة كيف مشى لسويسرا جاء القذافي باش يقنعوا باش يقول يولي معنا الوحدة أي. ولا الهيدي نويرة هز الحكومة الكل لسويسرا باش كانوا مع بورقيبة وقت اللي قبل القذافي قبل ما يقابل بورقيبة قابل حبيب عاشور وقابل محمد مزاري وهما قالوا له راهو ما هيش باش تقع الوحدة وفي الاخر ما وقعتش الوحدة واضح هذه كواليس اخرى ومعلومات على الوحدة التونسية الليبية المجهضة اللي كما ذكر الرئيس قعدت 4 سوايع يعني في نهاية المطار اقل شوية من 4 سوايع هي بين الاعلان عليها وايقافها قالوا هون الجمهورية العربية الاسلامية أيوة. طريقة برك مرة واحدة تقالت وتقصت وطاهر بالخوجة يقول لي اللي كان وقتها هو وزير وكان يقول لي هو في الوزارة وقالوا له هو
برشا جماعات ليبية باش يدخلوا تونس. آه مع إعلان الوحدة. هو أعطى أمر باش ما يخلوهمش يدخلوا. وقت الأمور مكهربة ياسر واضح. سي خليفة شاطر برشا سنوات محدة وبرشا أحداث في سنوات سريعا باش تصير. حكينا على تاريخ الاستقلال، على الصراع البرجيبي اليوسفي، على مصير البيت، على الوحدة التونسية الليبية وإجهاضها، هذية في بكواليسها، لكن فما بارش حاجات إيجابيات صارت في البلاد، أنت ترجع زادة على تفاصيلها اللي تخليك تعتبر وأنه بورقيبة يبقى رغم كل شيء زعيم فذ. تذكر ببعض الأرقام اللي كانت في التعليم في الصحة في غيره. لماذا فعلا تعتبر أنه هو قائد استثنائي عرفته هذه البلاد خليفة شاطر الحبيب بورقيبة؟ كيف مشى لأمريكا وقابل سفير رئيس جمهورية أمريكا، رئيس جمهورية صرح قال أنا تعجبت في بورقيبة، حبينا كيف ما الأخرين يجيوا يطلبون السلاح اطلب الماكلة للشعب التونسي، ما طلبش سلاح. وكيف الباهي الغضم قدم الميزانية البرجيبة يلقى فيها معناها نسبة شوية للدفاع. قالوا اش باش نشري بيهم؟ قالوا طنك والاثنين. قالوا نحي لي الطنكات وحطهم للتعليم. نعم، اذا البرجيبة كان هو اللي اعطى قيمة للتعليم. وقالوا القذافي يا ولدي انت تقرف الناس، القارين بيجيوا ضدك. قالوا ماذا بي ما يسالش، يجيوا ضدي قارين خير من يجيوا جهله ضدي. يجيوا ضدي قارين خير من يجيوا ضدي جهله. ايوا، اذا هذا هو كان موقفه، هو عنده قضيه التعليم والصحه بركيبه هي القضايا الكبرى، بالاضافه لموضوع مجالة الحوار الشخصية. أنت تحكي عليها زادة كثيرا بإطناب. كانت هذه جولتنا في كواليس الاستقلال التونسي وأسراره معاك سي خليفة شاطر لاغ بورقيبة للي يحب يمشي أكثر في أسي إديسيون. شكرا جزيلا أستاذنا، شكرا على حضورك معنا اليوم.